السلام عليكم أصدقائي، كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم لاباس وبخير وعلى خير. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار إن شاء الله خاص بالهامستر. غادي نشوفوا كيفاش نعتنيو بالهامستر الحامل باش ما تاكلش وليداتها ملي تولدهم إن شاء الله. اول حاجه هي كنوجدوا لها واحد الفضاء يكون ما كبيرش بزاف وما صغيرش بزاف، وكنحطوا لها اي فراش متوفر عندنا سواء نشاره ديال الخشب او لا كاغيط او لا اي حاجه، وكنحطوا لها القطن. ضروري اننا نحطوا لها القطن باش كدير به العش ديالها، حيت الهامستر من الحيوانات اللي كيعششوا، يعني تيديروا العش، وخاصه فاش تبغي تولد ضروري انها دير العش ديالها. نتوما غير حطوا لها القطن وهي غادي تقاد العش ديالها بوحدها، غادي تشوف البلاصه اللي غادي ترتاح فيها وغادي تصايبو بوحدها ملي غادي توجد العشيش ديالها. انا غادي نوريه لكم في اخر الفيديو، حيت كتاخذ واحد الوقيت باش كتقاد البلاصه ديالها فين كتحط وليداتها. ومن بين اهم الحاجات اللي تركزوا عليها هي الماء. ضروري انكم توفروا لها الماء في هذه الفتره هذه داخل القفص ديالها واخا تعطيوها الخضار. والحاجه اللي تركزوا عليها بزاف هي الاكل الصحي. ضروري الاكل الصحي والمتنوع في هذه الفتره هذه، حيتاش هو اللي كيخلي الهامستر فاش تولد ما تاكلش وليداتها، حيت الجسم ديالها كيكونوا فيه البروتينات اللي يكفيوه. تركزوا على الاكل البروتيني. دابا ندير لكم فيديو خاص به ان شاء الله. وكما كتشوفوا هي دارت العش ديالها ونعسات فيه وارتاحت فيه، وكذلك نوفروا لها الهدوء وحتى حاجه ما تخلعها في هذه المده هذه. نبعدوا عليها كاع الاشياء اللي ممكن انها ديرونجيها. وهكا اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وضروري تركزوا على هذه الاشياء هذو في الحمل ديال الهامستر باش تولد وليدتها وما تاكلهمش. ما تنساوش ديروا جيم وتخليوا لي التعاليق ديالكم، وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.